ذا نويل روبنسون، تيك توكر ألماني من أصول إفريقية، وعنده على حسابه على تيك توك أكثر من 32 مليون فولور. الأسبوعين اللي فاتوا كان في زيارة لمصر. طبعا الشخصيات المشهورة اللي زي كده مفروض إننا بنستغل زيارتها لمصر في الترويج للأماكن السياحية والترويج للسياحة في مصر، وهذا ما حدث بالفعل. الشركة المتحدة مشكورة قامت باستضافة نويل واستغلت الزيارة أفضل استغلال، وزار عدة أماكن سياحية وصور فيديوهات فيها، وفيديوهاته اللي صورها في مصر كانت جايبة مشاهدات بالملايين، لحد ما حصل حاجة غريبة جدا، وهي الصور اللي هتظهر قدام حضرتك على الشاشة دلوقتي. دي ستوريز من اللي نويل كان بينزلها. الصورة الأولانية دي متصورة في القاهرة ومبنى وزارة الخارجية الشهير موجود في الخلفية، ونويل كتب عليها من فوق Kids in Egypt. والصورة الثانية دي متصورة في النوبة في أسوان، ونويل كتب عليها Kids of Egypt. طبعا المتمكنين في اللغة الإنجليزية عارفين الفرق ما بين الجملتين. خلينا نروح بسرعة على الفيلم اللي أنتجته نتفليكس واللي صوروا فيه الملكة كليوباترا على انها من اصحاب البشرة السمراء، مع ان الملكة كليوباترا في الاصل من اصول مقدونية يعني اوروبية، وما ادراك ما الاوروبيات من حيث بياض البشرة. وتعال اقول لك ايه الرابط ما بين الستوري اللي نويل منزلها وكتبها بالصيغة دي وما بين الفيلم ده. اصحاب البشرة السوداء حاولوا في امريكا انهم يوصلوا لاي حاجة او يكتسبوا اي مكتسبات، لكنهم اصطدموا بمجتمع عنصري ومجتمع رافض فكرة اشراكهم وإدماجهم في المجتمع وإعطائهم أي حقوق. وشفنا اللي حصل قبل جائحة كورونا في أمريكا من مظاهرات وصدامات وأعمال عنف على خلفية مقتل واحد من أصحاب البشرة السمراء على يد الشرطة الأمريكية. لما حاولوا في أمريكا أنهم يحققوا أي مكاسب ومعرفوش، بدأوا يوجهوا آرائهم وأفكارهم للشرق الأوسط وتحديدا للحضارة المصرية. بدأوا يحاولوا من خلال الأفلام إنهم يبينوا إن أصحاب البشرة السمراء هم بنات الحضارة المصرية. ده هيرجعنا بقى للستوري بتاعت نويل لما كتب على الأطفال اللي في صعيد مصر اللي هم من أصحاب البشرة السمراء Kids of Egypt، يعني أطفال مصر، وجه على الأطفال أصحاب البشرة البيضاء اللي في القاهرة وكتب Kids in Egypt، يعني دول مجرد أطفال عايشين في مصر لكنهم مش أطفال مصر الأصليين. على قد ما زيارة نويل كانت زيارة مهمة جدا، على قد ان نويل طلع مش سالك ابدا. فياريت ناخد بالنا من الافكار دي ونحاول ما نديش الناس دول اي فرصة انهم يشوهوا تاريخ حضارتنا العظيمة.